طبعا مثل ما عودناكم سداد حلوة. شو هذا؟ لا انسى بلاك باك ما بدي، هذا ليفل 7 مبين عليه كثير حلو. كان في بلاك وحاليا كالم بس رقد لي شوي، يعني ما بدي اياه يبعد كثير يروح على اليمين، انا اعطيني سكور 38 كانه ليفل 8. هذا ما كنت حاسب حسابه. هذا ما كنت حاسب حسابه. إذا بنيت لهذا راح يهرب. بقول لكم اذا بنيت هذا راح يهرب. تعال راح يموت. كنا مش سابقات كثير. خلاص مات هون. شو هاد؟ بلاك باك يمكن مو هذا. خنازير. طيب مش شغلنا معهم حاليا. شغلي مع البومة لانه مش شوي صوت كمان ليفل 8 كان عاطيني على سكور 38، الدايموند بيكون 39 طبعا. هذا بيتي. المهم لكن هذا ليفل 7 وعاطيني كمان 38، ف شوي غريب بصراحه. طيب هذا نفسه اللي شفته من شوي، بس بظن انه سولو لحاله ما في معاه حدا. بس ما لي خبر بالمنطقة هيك. انا مع اني ما بعرف حاسس زيرها انا من قبل بس ناسي الظاهر، ما بعرف. معصب ليش مش عم اصطاده؟ خيي ما بدي اصطادك روح. شو غصب يعني؟ لك يا اخي اجرسف يا زلمه. يا اخي والله تركتك بحالك روح. هاي لاني ما عبرت وقال شو انا مش معبي عينك، ترى هاي حرمه. هاي بنيه. اخ يا رب دخيلك عالم صواب. شو هذا يا زلمه؟ شو بده فيي هذا؟ اجرسف. طيب راح اخليها يهجم علي هجمة واحدة بس. راح اخليها يهجم. يعني انا بدي اروح اجيب البومة. شو بدي فيك؟ يعني تركتك عشان تعيش، شو جاي تسوي هون؟ شو تعال خليه يهجم لشوف شو راح يأذي له كيف. والله من الحرام. يي وين هربان؟ تمام. شو عم يصير هذا؟ اجريسف اجريسف.
والله ابن الحرام بده يقتلني، ما بعرف كم صار دم المشكلة. خلاص يا زلمة حل عنا. نرجع للبومة، البومة بتاعتي قال اجريسيف قاد زلمة دخيل. الله يا زلمة، يعني انت هربت لهناك تركناك بحالك ما عبرناك، ليش جاي وراي؟ بس بدي افهم. يلا يلا اجريسيف سيلفر. لاني صايبه مش منيح. طيب يعني بيك حيوانات ما بتعرف شو بدك تساوي بصراحة. اجريسيف على ايش ما بتعرف. قول لي ما مش شايف ليفل عالي. هذا 138 ميسو اظن اعلى اشي. هذاك اول واحد راح يموت. حلو، اصابة قوية. وين ما ماتت؟ ما بعرف. ماتت مو هيك؟ والله ما بعرف. صبت نقصت 50 من دمها. لازم تكون ميتي. والله المنطقة حل. لا انت بما انك اولى لك، والله لو ذكر كنت اخذت وقتي معك بس مش فاضي لك حاليا. خليني اروح اجيب هذا البافلو وحلي عني. ذكر من شوي صايدينه ليفل 7. شغلنا بس مع الذكورة. طيب انا صايب هون. طيب اول ضرب بظن خرب ام السكور. لا استنى شوف الدم ما نقص، يعني لازم يكون دم ناقص 50. حلو من هون. طيب شو بدي فيك انت؟ اهربه فلاينج. بس والله هذا السلاح قوي يا اخوان، يعني حتى فيك تستخدمه للبافلو شي يعني رهيب هالسلاح. لا يعني الحيوانات المتوسطة والحيوانات الحجم جدا قوي. شوف يعني اختراق كتير حلو. 31 شوي كان وصل جولد. فذاك كان في ليفل 6 قرون واصغر كان هو اكيد. طب وين رايح؟ بس ما تقول لي اجريسيف، بس ما تقول لي يا اخي. شو قصتهم هذول؟ شو قصتهم هذول اليوم؟ شو قصتهم هذول يا اخوان؟ شو قصتهم؟ راح يقتلني هذا، ما عندي دم انا. اللي يلعن هرب على اساس انك اجريسيف. تعال وين ليفل 4؟
تعال اجريسيف، تعال مثل صاحبك. اجريسيف مش اجريسيف، تعال. لك شو قصتهم هذول؟ والله كل شوي لسه اجريسيف علي، بدهم يقتلوني. ما بعرف 123 والله جولد خوش حلو. الصوب الثاني دمرناه، حرامات. اوف خلصنا من فيديو الاجريسيف اخيرا، فاينالي.